اهلا اهلا بست الكل. ياه الوقت سرقنا يا دوبك جري الحق المحاضره. اسمع بعد المحاضره نتقابل على محطه الاتوبيس. ماما باركيلي يا ماما. نبيه هيخطبني وبابا هيشغلني عنده بقد ما هيتي اللي باخدها من الازخانة مرتين. احنا يا عم الفن جمعنا زي الطب بنفس المعنى. هتعمل ايه؟ هكلم مدير اللوكاندا. اعملي معروف بلاش احسن، لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيشي. يا سلام، وعايز نسيب واحده ميته في اوضتي عشان يقطعوا رقبتي بدل ما يقطعوا عيشك. يا مجدي انت دايما بتنسى اني بقوم بدور الراجل في العيله، وان الفلوس هي العقبه الوحيده اللي قدامنا. خرجت من السجن وانا كل هم انتقم منه، حرقت المخزن ودخلته السجن زي ما دخلني. عيب يا دكتور، انا بعتبرك زي اخويا الكبير. انا طول عمري معجب دكتور فكري. مش حاجتي مش حاجتي. ما جيتيش ليه في الميعاد؟ عرضك يا سمير ما تجيبش سيره الحكايه دي تاني. هو عمي لسه ما عرفش يا سوسن، مش قادرين نقوله، خايفين عليه من الصدمه. اجي فين يا مجنون انت؟ انت جيت هنا ازاي؟ ايه بتقول ايه حضرتك؟ مين اللي كان بيتكلم؟ واحد طبعا من العصابه اللي خطفته، تلاقيهم طالبين فديه. للاسف كل الاحلام اللي جريت وراها طلعت اوهام. يا ريتني سمعت كلام قلبي. شفتوا مجدي عامل ايه في نفسه؟ ايوه صحيح، ايه اللي حصل للواد ده؟ ده باين انه اتجنن. لا لسه شوي، هو اتداوش بس. ده تلاقي عقله خف من كتر الصم. ازيك يا مجدي؟ اهلا. ايه انت ايه حكايتك؟ حكايتي ايه؟ مختفي ولا بتحضرش المحاضرات ومربي لي شنبك ودقنك؟ ايه انت بقيت خنفس ولا ايه؟ انت عارف ان كل الطلبه بيتريقوا عليك. ليه؟ عشان اللي انت عامله في نفسك ده. ما تزعلش مني، انا اللي خلاني اقول لك الكلام ده احساس انك محتاج لصديق. ايوه فعلا فاتتك محاضرات كتير. متشكر يا سميره، بس ما تاخرهاش وحياتك يا مجدي لحسن تنجح انت واسقط انا. بكره باذن الله هرجعهولك، حصر الليله خلص نقلها. ما تزعلش مني، انا اللي خلاني اقول لك الكلام ده احساس انك محتاج لصديق. انا متشكر قوي. العفو على ايه؟ الله انت حلقت دقنك، الف مبروك. الله يبارك فيكي. تشربي ايه؟ انا هاخد قهوه. وانا بشربها مظبوط. اتنين قهوه مظبوط وحياتك. احكي لي بقى انت ايه حكايتك؟ عندك مشاكل؟ يعني مشاكل ماليه زي كل انواع المشاكل. ياه ده نحمد ربنا بقى اللي ما عنديش غير زنقه الفلوس اللي ما بتخلصش دي. عايز اضرب الارض اطلع 50 جنيه تمن تذاكر رحله اسكندريه. جمعتهم بالطلبة ولا سلمتهمش للدكتور فكري؟ امال وديتيهم فين؟ اشتريت كتب ب 20 جنيه وفاضل معايا 30. وهتعملي ايه؟ دي جريمه تبديد. لا تبديد ولا حاجه، ما تقولش هم، ربنا ما بيسيبنيش محتاجه حاجه ابدا. هو صحيح الدكتور فكري منتهز الفرصه وعمال يضايقني، لكن انا هعرف ازاي اكتمه خالص. ازاي؟ هفضحه اللي عامل متزمت ودغري وبيمثل انه زعلان على مراته قدام الناس. انت تعرفيه كويس؟ اعرفه اعرفه واعرف اخرب بيته كمان. هو مخلي بنت في الكليه معكسهاش. مش معقول. اصلك انت راجل طيب. يعني عكسك انت؟ يستجري عكس ابتسام وفاطمه وزينب. يمكن كدابين. شفت بعيني محدش قال لي. واشمعنى انت معكسكيش؟ بيقول عليا بلدي، لكن انا عارفه هو بيداري خوفه مني. معاك سيجاره والنبي يا مجدي؟ لا والله انا ما بدخنش. هات لنا علبه سجاير. لا لا هو عارف، ادينا 4 فرط يا درش. حاضر. درش ده راجل امير، انا احسن زبون عنده في السجاير الفرد. انا عارفه الحساب جمع، معلش يا درش هتفرج عن قريب. الشكوك ممنوع والزعل مرفوع. ها اي خدمه سميره. انا مستغربه ازاي انت دايما متفوق ومواظب وبتشتغل في عياده الدكتور فكري وفجاه تهمل نفسك وتهمل الكليه بالشكل ده. انت فيك غموض غريب. ده مش رايي بس، ده راي كل البنات اللي هنا. الحياة قاسية وكلها أسرار. كلها أسرار آه، لكن قاسية؟ يا أخي طب أنت راجل، أمال أنا أقول إيه؟ اتفضلي يا ست سميرة. ولع يا درش ولع لحسن نسيت الكبريت. ياه،
الوقت سرقنا، يا دوبك جري يلحق المحاضرة. اسمع، بعد المحاضرة نتقابل على محطة الأتوبيس. أهو ده يا سيدي القصر اللي عايشة فيه عيلتنا العظيم. إحنا بقى ساكنين في الجناح العلوي جدا أوي خالص، في السطوح. هعرفك على البطلة أمي ومفيدة أختي. هيفرحوا بيك أوي. مفيدة دي بقى هي الملاك بتاع عيلتنا اللي ما اقدرش استغنى عنه. وهي ملاك فعلا. سميرة كلمتنا عن حضرتك كتير وقالت لنا انك اشطر واحد فيهم. ربنا يساعدكم كلكم يا ابني. دي دراسة صعبة قوي. دي سميرة يا حبة عيني ما بتهمتش ساعة واحدة. أنا عارفة بس كان لزومه إيه تحكيم رأيها على الطب ده. ماما استحملت كتير عشان أدخل كلية الطب، عشان كده بسميها البطلة. الورث الهايف اللي ورثناه عن أبويا اتفتفت على الورثة. وده احنا عايشين على امل نكسب قضيه بيت صغير في المنصوره لنا فيه الربع بعد عمر طويل بقى ان شاء الله. تصور القضيه بقالها 20 سنه ولسه. ما هو المحامي بتاعنا يا اختي لاعبي ومش نافع، بس كل يوم والتاني رايحه جايه على مكتبه. هو مين المحامي بتاعكم؟ محمود تهامي اللي في الجيزه، اصله قريبنا من بعيد وبيساعدنا في القضيه. وانما انا بدي نحول القضيه دي المحامي تاني، اصله واد وارث ومش بتاع شغل. يا ترى افتكرت الجبير الدواء يا بنتي؟ بكره باذن الله يا ماما. اصل الدكتور عبد السلام ما جاش النهارده. الدكتور عبد السلام بتاعنا؟ ايوه، بتجيله عينات دواء جديد للكبد باخدها لماما. اصله بيحبني يا سيدي. الدكتور عبد السلام؟ ايوه. ايه غريبه، ده كتب في عينيا بس 7 قصايد شعر. النبي ده انت عينيكي تستاهل 100 قصيده. مفيده دي اصلها الشيخه بتاعتنا. والنبي يا ابني انا قلبي انفتح لك، باين عليك ابن ناس طيبين. عقلها، أنا خايفة لا يكون الأستاذ ده بيضحك عليها. ما تخافيش عليا يا روح قلبي. تعالي يا مجدي أفرجك على غروب الشمس. المنظر من هنا يجنن. أهو المنظر ده الحاجة الوحيدة اللي مخلياني أستحمل السكن هنا. وكنت أظنها لن تفرجوا. صحيح؟ إزاي؟ الدكتور فكري طلبني في مكتبه، رحت له. أنسة سميرة، أنت ناوية تسددي المبلغ اللي عليكي إمتى؟ ما فاضلش معايا غير 10 جنيه، خدوهم وقسطوا لي الباقي. إحنا مش فاتحين بنك، دي فلوس الكلية. وأنا أعمل إيه؟ ظروفي وحشة واضطريت أتصرف فيهم. طب إيه رأيك؟ نتعشى سوا الليلة دي ونشوف حل للموضوع ده. اسفة، العزومة مفروض تبقى بين 2 اصحاب، لكن انت بتعاملني معاملة مش ولا بد. خلاص يا ستي، ابقي رجع الفلوس وقت ما تقدري، على اقل من مهلك. وبعدين؟ ولا قبلين، رحت له البيت وتعشيت معاه. انا عايز اعرف كل حاجة حصلت في بيته من اول دقيقة لاخر دقيقة. وانا معقول اخبي عنك حاجة؟ مش انا اللي قلت لك من نفسي؟ مش كان ممكن ما اقولكش حاجة ابدا؟ طب قولي حصل ايه؟ يعني تتصور يكون حصل ايه؟ يا دكتور، انا بعتبرك زي اخويا الكبير. انا طول عمري معجب بيك دكتور فكري. الله، انا مستعد اتجوزك سميرة. انا بقى انا بحبك سميرة. الله ما انتش مكسوفه وانت بتحكي لي الكلام الفارغ ده؟ ليه بتقولي كده يا مجدي؟ ليه؟ لأنك بعت التذاكر وخدت تمنهم قصاد بوسة من سعادة الدكتور، يبقى معناه إيه ده؟ بتجري في البوس؟
والنبي دمك خفيف موت وانت زعلان. انا مش زعلان ولا حاجه، دي مساله تخصك انت وتخص سمعتك. انا مبسوطه انك بتغير عليا، لكن اوعدك يا مجدي ان ده عمره ما هيتكرر، صدقني عمره ما هيتكرر. والدكتور عبد السلام وقصايد الشعر اللي بيكتبها في عينيكي. عبد السلام ده عايز يتجوزني. انا طبعا ما احبش اكون عقبه قصاد جوازك. مجدي لازم تعرف ان انا سعيده بالصداقه اللي بتربطنا من غير اي غرض. انا عمري ما بفكر انك تكون جوزي لاني مش عايزه اخسرك. انت مجدي شيء مختلف بالنسبه لي عن كل الرجاله. اسمع، ايه رايك تعزمني على سينما وانا اعزمك على العشاء في بيتنا؟ يا واحدة علق على المسقعة. الله، بموت في الغنوة دي. من الحكايات المسقعه وتعالي نقعد مع بعض شويه. انا جعانه اموت. وانا جعانه اكتر منك. مجدي تعالي يا بيضة تعالي، للسعادة بالليالي، تعالي يا حلوة تعالي، للسعادة بالليالي، ونعيش نغزي الهوانا مواويل لقلل الكناوي علشان. سعيدة يا مجدي، معلش أنا متأسفة، أصل كان لازم أجي عشان خاطر معايا حاجة مهمة جدا. أهلا وسهلا. مين؟ مين يا مجدي؟ صباح الخير يا طنط. سميرة زميلتي في الكلية. لا مؤاخذة يا طنط، أصل لازم نراجع سوا محاضرة مهمة عشان خاطر امتحان بكرة. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. يا خبر يا طنط، ده أنا ما كنتش متصورة إنك جميلة وصغيرة بالشكل ده. ده اللي يشوفك يقول عليك أخت مجدي مش مامته. يا أختي إلهي يخليكي يا حبيبتي. يا سلام، وذوق الجنان في شقتك. لا بقى اسمعي، انا لازم اخدك معايا وانا بشتري جهازي يا طنط. انت مخطوبه يا بنتي؟ ليه، هو مجدي ما قالش لحضرتك؟ انا مخطوبه للدكتور عبد السلام المدرس في الكليه بتاعتنا.
هو مجدي بيقول لي على حاجه ابدا يا بنتي. لا مالكش حق يا مجدي. تشربي ايه يا حبيبتي؟ قهوه. مظبوط يا طنط. وحضرتك تشربي معانا عشان اشوف لك الفنجان. والنبي انا قلبي ارتاح لك. لازم تتغدي معانا عشان يبقى عيش ومال. يا ريت يا طنط، بس ما اقدرش اتاخر على ست الحبايب. يخليكي لها. اقرا. ايه الاسئله دي؟ امتحان بكره. امتحان بكره؟ معقوله؟ جبتيها منين؟ مالكش دعوه، المهم ما تضيعش وقتك الليله دي وتذاكر اجابات الاسئله دي وبس. جبتيها منين عايز اعرف؟ الدكتور فكري؟ لا لا والله. يبقى الدكتور عبد السلام. انت مالك يا اخي، المهم انك تعرف الامتحان وخلاص. لا لازم اعرف جبتيها منين. طب احلف لي انك مش هتقول لحد. والله ما هقول. ايوه الدكتور عبد السلام. خليك واقعي يا مجدي، كل الناس كده، كل واحد بيلاقي فرصه قدامه بيخطفها. انا ما احبش السرقه يا سميره. واللي حصل في بيتنا بيني وبينك ديك النهار ما كانش سرقة؟ والأسئلة دي المهر اللي دفعه الدكتور عبد السلام؟ عبد السلام ما بقاش يجيب سيرة الجواز خالص. أمال اداك الأسئلة دي ليه؟ قلت لك من أول يوم إنه بيحبني. مين عارف إيه الثمن اللي دفعتيه عشان تاخدي الامتحان ده؟ سميرة. يوه، هي مشيت ليه؟ اشربي يا نفيسة. دكتور مجدي اهلا يا ابني، اتفضل. معلش يا طنط، انا اسف اني جاي في وقت متاخر كده. مش متاخر ولا حاجه يا حبيبي، ده بيتك. اصلي كنت عايز سميره عشان اسالها على حاجه في امتحان بكره. سميره نزلت يا ابني، قالت لي ان في درس في الكتاب مش فاهماه، خطفت رجلها لحد بيت الدكتور عبد السلام يشرحه له. كنت فين؟ ابدا، فوت على بيت الدكتور عبد السلام اساله في حاجه ما لقيتوش. يا هانم انت بره بيتكم من ساعه ونص. طب طب بس ما سحقش، تعالى نخش جوه لحسن الناس تاخد بالها. تعالى. انا عايز افهم ازاي بتروحي بيت عبد السلام بالليل ولوحدك. مجدي، عبد السلام والدته واخواته البنات ساكنين معاه وكلهم اصحابه وبيزورونا. صحيح. طبعا، لكن ده مش معناه انك تبطل غيره. انا عايزاك تفضل مشعلل على طول. عارف يا مجدي نفسي في ايه دلوقتي؟ ايه؟ احطك على صدري واغمض عيني واموت. الف مبروك يا سميرة. انا عايزاك تبارك لي على حاجه تانية. خير؟ انا هسافر اوروبا. اوروبا؟ ايوه، في رحله الكليه، فرصه ما تتعوضش. قبرص واليونان وايطاليا و10 ايام في باريس ب 30 جنيه. انتوا كسبتوا قضيه البيت؟ لا، من بقيت فلوس تذاكر رحله اسكندريه. انت مستبيعه؟ دي مسؤوليه، هترديهم ازاي؟ على اول السنه نكون كسبنا قضيه البيت ابقى ارده. هو بسلامته الاستاذ محمود مسافر معاكم؟ معرفش. مين الاستاذ محمود يا طنط؟ ده يا ابني المحامي اللي بيشوف لنا قضيه البيت. ما هو لازم بقى سميره هتدرس معاه القضيه في اوروبا. وده ينفع في القضايا، ده حقه يقفل مكتبه احسن. وحضرتك موافقه ان سميره تسافر؟ والله يا ابني سميره اتغيرت، اللي في دماغها بتعمله. هسافر يعني هسافر؟ انتوا دافعين حاجه من جيبكوا؟ انت يا ابني مش غريب، وهي بتسمع كلامك. عقلها ما تخليهاش تسافر. الواد المحامي ده بيضحك على عقلها ومعشمها بالجواز، لكن انا عارفه عيلته ما ترضاش، لازم يجوزوه بنت عمه غنيه زيه. يلا يا ماما. يلا يا بنتي. عن اذنك يا مجدي يا ابني، زياره بسيطه لحد الجيران وراجعين حالا، ما تمشيش قبل ما نيجي. ها؟ حاضر. والنبي يا مجدي يا ابني ما تنساش تعقلها، سميره طويله وعريضه لكن هبله وقلبها ابيض. والمحامي ده برضه عاوز يتجوزك؟ هو لسه ما وعدنيش بالجواز. امال ازاي بتضحي بسمعتك في الكليه وتتصرفي في فلوس التذاكر لمجرد انك تسافري ورا واحد ما انتش عارفه اذا كان هيتجوزك ولا لا؟ يا مجدي انت دايما بتنسى اني بقوم بدور الراجل في العيله، وان الفلوس هي العقبه الوحيده اللي قدامنا. ابويا كان بيحب امي، بيعبدها، مات وسابنا واحنا لسه عيال. عمل لها ايه الحب؟ قدرنا نحوله ذهب؟ ابدا.
امي غسلت هدوم الناس عشان تربينا، ما كانت الخياطه ومرمطه امي وشقايا هم اللي دخلوني كليه الطب، ومفيده فضلت جهله عشان امي ما تقدرش تعلم اتنين. احنا محتاجين للفلوس كفايه حرمان، عايزين نلبس وناكل ونشرب زي بقيه الناس. انت ما تعرفش احنا عايشين ازاي، ما تعرفش الهدوم اللي انا لابساها دي راحت للرقبه كم مره. يا سميره انت صبرت كتير وبكره تشتغلي وتكسبي. بكره قبل ما اكسب تكون امي واختي ماتوا من الجوع، وانا مش مستعده استسلم للحياه اللي بتتحداني، لازم اتحداها واخد كل فرصه قدامي والا هروح في الرجلين. وعشان كده قررت تسافري وراه. ايوه هسافر وراه ومحدش يدعوا بيا. على كل حال دي مش حاجه غريبه عليكي، اللي خلاكي تروحي للدكتور فكري بيته وتروحي للدكتور عبد السلام في بيته يبقى سهل قوي انك تلفي ورا محمود المحامي اوروبا بحالها. انا فاهم كويس ايه اللي بيحصل بينك وبينهم كلهم. اوعى تقول كده يا مجدي، انت فاهمني غلط. اذا كنت خليتك تبصني ده لاني بحبك، لاني بحس ان عاطفي كلها ملكك، لكن انتوا كده لما الواحده بتدي عاطفها الراجل اللي بتحبه يفتكر انها بتعمل كده مع كل واحد. سميرة أنا بغير عليك يا سميرة. مجدي أرجوك تفهمني، أنت ما تقدرش تحقق لي طموحي لأنك فقير وغلبان زيي، لكن أنا بحبك، أنت حب العمر كله. عملت ايه بقى مع الاستاذ محمود المحامي؟ اسكت، ده طلع واد تافه، اول ما وصلنا روما سابني وبقى يبصبص لطوب الارض، حتى البنات اللي بيشتغلوا في اللوكاندا. انا اسف اني ابلغك بان اخر مهله عشان تسديد المبالغ بتاعت رحله اسكندريه زي النهارده، يعني قدامك اسبوع واحد وبعد كده مضطرين ابلغ النيابه. مين اللي قالك تبلغني الكلام ده؟ المسؤول عن الرحله الدكتور فكري. الدكتور فكري اللي قالك كده؟ ايوه يا انسه. ما انا اديت لك مهله كفايه يا سميره، كنت فاكرك هتفهمي. معلش يا دكتور طلعت غبيه. انا فاهمك كويس قوي، انتي ساعات تحبي تعملي غبية. طب يعني هتمديلي المهلة ولا ايه؟ خلاص يا ستي اعتبري نفسك سددتي المبلغ. ازاي مش فاهمة؟ مش بقولك ساعات تحبي تعملي غبية. مجدي انا هتجوز يوم الخميس الجاي. وقابلتيني ليه النهارده؟ عشان اودعك. ومين بقى يا ترى العريس السعيد؟ الدكتور فكري. معقوله دي؟ مش ده اللي كان بيقول عليكي بلدي؟ يمكن غير رايه ونفسه في البلدي. يعني هتعيش معاه في الفيلا بتاعته؟ الفيلا والعربية وكل حاجة، ايه كتير عليا؟ لا ابدا، بس انا اللي اعرفه ان الدكتور فكري بيقولوا يعني انه مش صحيح، مراته اللي ماتت هي اللي كانت بتشيع عنه كده. على العموم مبروك، ربنا يسعدك، يمكن الدكتور فكري يقدر يحقق لك الحياة اللي بتحلمي بيها. انا هكون زوجة مخلصة للدكتور فكري، لكن هفضل احبك. حبي ليك مش خيانه لحد، انا بحبك غصب عني. الدكتور مجدي موجود من فضلك؟ ايوه كشف ولا استشاره؟ لا لو سمحت تقول له سميرة عزت زميلتك.
ثانية واحدة يا فندم، أديله خبر. اتفضلي يا ستان. اهلا اهلا يا سميره. ازيك يا مجدي؟ ازيك انت؟ ايه الشياكه دي كلها؟ فينك من زمان؟ في الدنيا. مالك يا سميره؟ تايهه يا مجدي. ليه؟ بعد كل التعب ده بصيت لقيت نفسي لوحدي. ازاي؟ والدكتور فكري فين؟ فكري فصلوه من الجامعه لانه كان بيستغل نفوذه. للاسف. بعدها بقى عصبي بطريقه فظيعه. اتطلقنا وباع الفيلا وكل ما يملك وهاجر وساب البلد. ماما ومفيده زيهم؟ ماما ماتت ومفيده اتجوزت وسافرت الصعيد وانا بس اللي فاضله لوحدي. فاكر الكلام اللي كان بيتقال على فكري ايام مراته الاولانيه؟ ايوه ايوه فاكر. طلع مش اشاعه ولا حاجه، كنا ظالمينها معاه. امال كنت عايشة معاه ازاي المدة دي كلها؟ امال كنت اجيب ده كله منين؟ الدنيا كده يا مجدي، ساعات الظروف بتخلي الواحد يعمل حاجات غلط عشان يحقق اللي هو عايزه. للأسف كل الأحلام اللي جريت وراها طلعت أوهام. يا ريتني سمعت كلام قلبي. تصور بعد العز اللي كنت فيه ألاقي نفسي ساكنة في أوضة في بنسيون. أنا خلاص انتهيت. ليه بتقولي كده يا سميرة؟ انت كنت مسؤول عن عيلة بحالها ولا كانش همك؟ عارفة الغلطة الوحيدة اللي غلطتيها ايه؟ ايه؟ انك لما اتجوزتي سبت الشغل. ليه ما ترجعيش تشتغلي تاني؟ اشتغل ايه؟ انا خلاص نسيت الطب. متهيألك. اسمعي، المستوصف اللي كنت شريك فيه مع جماعة من دفعتنا انا اعرف انهم محتاجين لتخصصك وهيفرحوا بيكي قوي. ايه رأيك؟ وفي حاجة كمان، أنا عندي شقة صغيرة مش عايزها، خدي مفتاحها وقعدي فيها، ممكن تريحك أكتر من البنسيون. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا مجدي. العفو يا سميرة، بس بقولك إيه، ابقي غيري كلون الباب، أصلي ساعات كنت بدي المفتاح لجماعة أصحابي. مش دي برضه شقة الدكتور مجدي؟ كانت شقته، أنا خدتها منه. يعني هو مش موجود؟ لا طبعا مش موجود. حضرتك عايزاه في حاجة؟ لا معلش، هو مش هيجيلك تاني؟ يجي يعمل إيه؟ بقولك خلاص أنا خدت الشقة، يعني بقت بتاعتي. آسفة. تسمحي؟ المفتاح اللي معاكي ده بتاع الشقة؟ لا أبدا أبدا. أنت كنت بتجيله هنا كتير؟ عن إذنك. ابقي غيري كلون الباب، اصلي ساعات كنت بدي المفتاح لجماعه اصحابي. وطني 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 حبيبي، امي 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 حبيبتي، هي 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 بلدي بلدي يا مصر بلدي يا مصر بلدي يا مصر. هي نبيل عملت ايه؟ مفيش فايدة، لفيت كل الاكزخيلات اللي في البلد مفيش فايدة. انا مش فاهم ليه ما بيمنعوش صرف الادوية اللي زي دي من غير روشتة. اكيد في تخطيط لحرمان الشعب من كل ضروريات الحياة حتى الدواء. طب وبعدين؟ دي ماما اخدت النهاردة اخر حباية ومن غير المسكن هتفضل على صرخة واحدة ليل ونهار. ما تحمليش هم، انا هخلي بابا يبعت يجيبه من بره. Thank you.
ابعتي لي الأليسة أحلام. حاضر يا فندم. مساء الخير يا عمي. أهلا يا أحلام يا بنتي. اتفضلي اقعدي يا بنتي. عاملة إيه ماما دلوقتي؟ والله يا عمي من ساعة الدواء المسكن وخلص وهي ما بتنامش ليل ولا نهار من الألم. آه يا بلد، حتى الدواء؟ على كل حال أنا عملت حسابي وبعدت جبت من بيروت وهروح معاكي عشان أديهولها بإيدي. متشكرة أوي يا عمي، دي ماما هتدعي لك ليل ونهار. طيب لو سمحتي قبل ما تمشي تحطي الصندوق ده في الخزنة وتجيبي لي 1000 جنيه. حاضر. انا سبت المفتاح في الباب ويا دوب رحت الحمام ورجعت بعد دقيقتين ما لقيتش صندوق المجوهرات بتاع مراتي. ما كانش عندك زوار بره؟ لا ابدا. يبقى حد من الموظفين بتوع سعادتك. تشتبه في مين؟ مش معقول، مدير مكتبي بقى له 10 سنين معايا، الاثنين السكرتيرات بقى لهم 7 سنين معايا، الحاج امين السعيد راجل حاجج بيت ربنا، مش معقول. وما فيش غير البنت الغلبانه اللي تعين الجديد عندي. اتصرفت في العلبة وفي بقية المجوهرات، وده في عرف القانون جريمة تبديد عقوبتها الحبس. قلت ايه؟ الانكار مش من مصلحتك، الاعتراف هيخفف عنك العقوبة. اعترف بايه؟ انا لحد دلوقتي مش مصدقة حاجة باللي بيحصل. انت حرة، امرت النيابة بحبس المتهمة
احلام ابراهيم صالح 4 ايام على زمن التحيل. لقد تظاهرت المتهمه امام خطيبها السري بالحب والوفاء حتى تتزوجه وتستمتع بثروته، ثم سنحت لها الفرصه لتحقيق غرضها بطريقه اسرع واضمن. إذا كانت الأدلة كلها تدين المتهمة، فأنا ألتمس من عدالة المحكمة أن تخفف عنها العقوبة إلى أقصى حد، باعتبار أن الجاني هنا مجني عليه، إنها ضحية، مثل من مئات الأمثلة للطالبة الفقيرة التي تقهرها مظاهر الطرف والرفاهية لدى زميلاتها من بنات الطبقة الغنية. ما تصدقيش. حكمت المحكمة حضوريا على أحلام إبراهيم صالح بالحبس 6 شهور مع النفاس. زاد عليها ولا حسام جرى له حاجه؟ مفيش حد يا اختي يطمنك عليهم. مفيش، الوحيد اللي كان بيسال نبيل. اما انت هبله بصحيح، بقى تسرقي خزنه هايفه. وانت من ايديكي خزنه تبيض لك كل يوم بيضه ذهب. بس انا ما سرقتش. يو ولا سرقتي وانت مكسوفه من ايه يا الدلعات؟ صدقيني يا لولو، وحياه ماما واخويا ما سرقت. وصدقيني انت بقى، ان شاء الله عدم خزنتي. النبو المنيل على عينه حبيب القلب هو اللي وضب لك المصيبه دي علشان يجوز ابنه للست سوسن بنت السلطان، مش بنت بولاء. تصوري يا احلام، بابا كان عاوز يجوزني مين؟ مين؟ سوسن بنت حسن ادري. انا بريئه، انا مظلومه، حرام عليكم، انا بريئه. بقولك ايه يا ضنايا، انت اتحكمتي ابتدائي ولا استئناف؟ يعني ايه؟ كبدي يا بنتي، باين عليكي خام وعلى نياتك. قصدها يعني اتحكمتي مرة واحدة ولا مرتين؟ مرة واحدة. خلاص يا ضنايا، دلوقتي تقدري تعملي استئناف وتطلبي التحقيق من اول وجديد. صحيح. والله يا بنتي انا من حكايتك مقتنع انك بريئة، بس انا ليا نصيحه، مفيش فايده من الاستئناف. ليه؟ القضيه بتاعتك وراها عظمه كبيره، راجل نابو ازرق، احنا يا بنتي عايشين في عهد الغيره. يعني افضل هنا من غير ذنب؟ سلمي امرك لله، وهي الايام بتمر بسرعه. عيني عليك يا بنيه، مالكيش ظهر زين، تهموكي في نعجة هايفة ورموكي في الزنازين، واللي سرقوا الجمل اتربعوا في دواوين. اه يا ناري، يا ناس بتسرق بالملايين ومحدش طايلهم.
عقبالك يا خالتي. انا يا بنتي ما بقاش فاضل لعمر، باين حديت الهنا. بعد الشر ما تقوليش كده. انا خارجه بعد شهر، اوعي تنسى عنواني، هتحتاجيني. ولا ايه؟ يوه ده انت باين عليك تعبان قوي. اسمك ايه يا اموره؟ بيضة. حلاوتك بالصميد. تسمح ايه؟ بالراحه بالراحه، لو البيضه تطقش. تعالى يا اخي استنيني يا بيضة، اوعي تفقتي قبل ما ارجع لك. تعالى بس بص هناك، مين دي؟ خليكي جنبي، وشك حلو عليا. احلام يا احلام، احلام احلام احلام. مين يا بيه؟ اسف، الظاهر اني بحلم. طلعت قاوت قطع ذراعي ما كانت دي احلام. انا لسه ما سكرتش، بس مش معقول دي تكون احلام. انت هتمخر لمخي ليه؟ عن اذنك اروح اقشر البيضة بتاعتي. ازيك يا حبيبي؟ وحشتيني قوي قوي. اتعشيت؟ ايوه يا ابله، اتعشيت وقاعد اذاكر. هتتاخر يا كمان النهارده؟ لا مش هتاخر. طيب اخلص مذاكرتي وانام انا بقى. طيب تصبح على خير. يجي هنا ويقعد لوحده يبقى حاجة من اتنين، يا اما بيحب يا اما يا ترى انت انهو فيهم. بقولك ايه، تعالى معايا. مودياني على فين؟ تعالى بس، ادي البيضة وادي اللي سلقها وادي اللي قشرها وادي اللي كلها. هاكلك امتى يا بيضة؟ اما تبيض باين عليك بتحب. ياه للدرجة دي؟ يا ترى هي بتحبك قد ما بتحبها؟ احكي. انت اسمك ايه يا عمورة؟ انا اسمي
نجفة. نجفة؟ اوعى حد يعلقك. بيقول لك نجفة ده واحد في السلك الكهربائي. ان شاء الله هيخلفوا 10 لومات. بس بيقول عليه غني قوي. غني مين يا راجل؟ ده بيخمها هتيجي طالبه بالفلوس بعد الجواز هيديها في اليوم بريزه. وتشتكي في المحكمه اقول لها ما معيش فيوز. ازاي؟ ازاي؟ عليا النبي يوم ما هيطلعها ما هيجيب المأذون. عارف هيعمل ايه؟ هيشيل التوصيل. ولما عرفت الحقيقه جريت على السجن وعرفت انها خرجت. ومن يومها وانا عايش على امل ان الاقيها. اقطع ذراعي ما كنتيش احلام. اصلها تشبه لك قوي لدرجه انه فاكرني هي. انا نفسي مش قادره اصدق انك مش هي. بس زي ما بيقولوا قلب المحب دليل. وانت اذا كنت بتحبها صحيح مش ممكن تشك بينها وبين واحده غيرها مهما كان الشبه بينهم، مش كده؟ لسه فاكرني هي؟ احلام. انت احلام. سقطت في امتحان. مش ممكن. انتي احلام. يبقى ما بتحبهاش. ما هو عندك حق. بقى معقوله واحد زيك من عيله غنيه وساكنه في الزمالك يحب واحده زيها من عيله فقيره وساكنه في بولاق؟ انا عمري ما حسيت باي فرق بيني وبينك. قصدك بينك وبينها. كفايه تعذيب ارجوك، كفايه. ولما انت بتحبها للدرجه دي ازاي صدقت انها سرقت؟ الظروف، كل الظروف كانت ضدها، وكمان ما كنتش اعرف حقيقه ابويا. اي واحد في مكاني كان ممكن يعمل ايه؟ ثانية. طيب عن اذنك لحظه. بيكلمني عن الحب والاحلام. يعني معرفكيش؟ تقدر تقول انه متاكد ان انا احلام، بس انا اللي بنكر. قايل خلينا ماشيين على كده، يبقى احسن لو شفتي لي صرفه تمشي حالا دلوقتي. ايه مالك؟ طول عمرك اناني، مش كفايه فرقت بينا السنين دي كلها؟ قصدك ايه؟ احلام لو كنت بتحب نبيل ابعدي عن حياته، ما تدمريش سمعته. نبيل ناوي يدخل العمل السياسي. ها يعني ناوي يلعب اللعبة الكبيرة. احنا ولاد النهاردة والماضي انتهى وراح خلاص. راح بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة لي انا الماضي هو الشيء الوحيد اللي عايش في حياتي. وحب النبيل هو حب الوحيد اللي عشته ولسه عايشه. نبيل مش بيحبك. نبيل ما اصبحش في قلبه الا حب المال، حب السيطرة. ده اللي كان مخوفني وخلاني انكر ان انا احلام لحد ما اتاكد من حبه ليا. لكن دلوقتي اللي مخوفني احلام بتاعت النهارده. يا ترى هيقدر ينساها ويفضل يحب احلام بتاعت زمان؟ طبعا لا. هنشوف. عليك. لا ازاي سكر وسكر؟ احلام احلام حالك ممر، انت دلوقتي مش قدي. نقي لك واحده تكون قدك. ايه اللي انت بتقوليه ده احلام؟ انا مش مصدق نفسي. لا صدق. أنا عذرك يا أحلام، اللي اتعمل فيكي ما كانش قليل، كان شيء فظيع، لكن اللي أنت فيه ده مش حياتك أبدا. تعالي يا أحلام، تعالي نرجع لحلمنا الجميل ونعيش مع بعض على طول. يفتح الله. حياتي وثروتي وكل ما أملك بين إيديكي. كده؟ طب تعالى معايا. جاي. العب على كل اللي حيلتك. ان كسبت يبقى كسبتني كمان، وان خسرت تبقى خسرت كل حاجه.
حتى أنا. موافق. وهكتب لك شيك بكل ما أملك. نبيل، أوعى تكتب الشيك. أنت كمان هنا؟ ضيع نفسك ومستقبلك عشان واحدة ساقطة زي دي. الساقطة دي تبقى ضحيتك. أنا مش ضحيتها. أنا تلمسته. أبوك علمني درس العمر. والسجن كان تمن الدرس. بس أيامها كنت لسه ساذجة. قمت عضيت إيدي أستاذي. خرجت من السجن وأنا كل هم انتقم منه. حرقت المخزن. ودخلته السجن زي ما دخلني. أنت؟ لكن قدرت تطلع منه زي الشعرة من العجين. وتعلمت أول درس. إني مش ممكن حقدر عليك طول ما أنا شريفة. والنهاردة أنا اللي بتقول عليا ساقطة. أقدر أوديك حتة أبعد من السجن. لكن هستفيد إيه؟ كده بستفيد منك كل ليلة على ترابيزة القمار. ها؟ نويت على إيه؟ إياك تمضي. ريت يقتله وخلصنا منه. يا سلام. دلوقتي بس عرفت قد إيه بتخاف على مصلحتي. زمان عملت فيها اللي عملته عشان مصلحتي. ودلوقتي بتهددني بالمسدس برضه عشان مصلحتي. يا ترى لو ما كنتش عامل لي توكيل يحكمني في كل اموالك كنت هتخاف على مصلحتي للدرجه دي؟ اضرب 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 بقى وخلصنا. لا يا نبيل سيب له كل حاجه. اخس الله يلعنك. قوم بينا قوم. لن نفرط في المسؤولية إطلاقا. لن نفرط في الأمانة. لن نسمح بقيام أي مركز من مراكز القوى مهما كان. مهما كان مكانه ومهما كانت قوته. روحنا داهية. لن نسمح لأحد أن يخرب جبهتنا مهما كلفنا ذلك. ايه يا اخوان؟ ايه الشوشرة دي؟ احترم نفسك يا سيد. الواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده ولا ايه؟ لن تكون هناك أبدا زوابع تقف في طريق المسيرة. ستبقى مصر بإرادة الله القلعة الثابتة الحصينة التي لن ينال منها أحد أبدا، لا من الداخل ولا من الخارج، بإرادة هذا الشعب. وانتي طيبة طبعا ضروري حاجي لوحدي مش عارفة لسه ان شاء الله. طيب باي باي. الو الو صباح الخير. صباح الخير يا محمود بيه. القهوة وحياتك. حاضر يا بيه. على فكرة الست ليلى كريم سألت على سيادتك في التليفون. لو اتكلمت أو سألت تاني بقول لها مش موجود.
حاضر يا سعادة البيه. أنا قلت الكلام في تشوفوه مش هينفع، عشان كده جيت. خلاص سيبي الموضوع ده عليا. هتعملي إيه؟ هطلبه طبعا. بس أنت بتقولي إنك ما تعرفوش، وده أصله حماية أوي. مش عليا يا روحي، سيبيهولي أنا. ألو؟ مين؟ زيت هانم؟ أهلا محمود، محمود فهمي. أهلا بيكي. إيه ده؟ كده هو؟ النهاردة؟ كل سنة وانت طيبة. لا والله مش عارف ظروفي يا سيدي. أنا عارفة إن إحنا مش قد المقام، بس أنا يشرفني جدا إنك تكون موجود، وهي فرصة نتعرف. على فكرة أنا معجبة جدا جدا بمقالاتك، ولو إنك ما كتبتش عني ولا مرة. ميرسي قوي قوي. يا خبر، أنا مستعد أجي بنفسي علشان أعزمك. لأ أبدا، أنا فاهمة معظمهم ناس مش من الوسط، مجموعة أنتيم خالص. ده أنا حتى مش ناوي أعزم الواد أبو دم التقيل ده اللي اسمه ناظم كده. اوكي خلاص، لا هو ده معقول. الساعة 9 وهو كذلك. صباح الخير يا ابو حنفي. طيب باي باي دلوقتي. معلش باي. زيت هاني موجود؟ مش انت برضو اللي يعني بتشتغلي هنا؟ فرصة غريبة. أستاذ محمود أهلا. أهلا، كل سنة وانت طيب. أهلا ميرسي. الحقيقة أنا آسف، جايب إيدي فاضية. الحقيقة بقى الشغل وملحقتش. ده كلام يا أستاذ محمود. الله، هو أنت غريب؟ يا خبر أبيض. أهلا وسهلا. أعرفك بكاظم بيه، صاحب محل البجعة الزرقاء. أهلا وسهلا. وخطيبي الأستاذ محمود، أنضف صحفي عندنا. أبيض. أهلا. اتفضل اتفضل الأستاذ محمود. أهلا أهلا. إيه؟ قولي إزاي؟ أهلا بيك. تشرب إيه؟
كمل عبد المجيد، ما راحت عليه خلاص يا استاذ. انا ياما نصحته ياما قلت له. كاسك، انا قلت ما سيبكش في البلكونه لوحدك. اسف ما بشربش. ولا انا. ياه بتستعجب ليه؟ ولا عشان بقيت ممثله يبقى لازم اشرب؟ مش قصدي. انت زعلتي يا كتكوته؟ انا عارفه رايك فيا، مش ده اللي انت كتبته في اخر مقاله؟ انا قلت رايي في الفيلم كله على بعضه. ورايك فيا برضه كان بالنسبه للفيلم ده والفيلم اللي فات. مش قلت اني ده ما كانش رايي بس؟ عارفه رايها هي كمان. مين؟ ليلى كريم. ايمان هانم، انت عارفه كويس ان محدش بيملي رايه عليا. مش قصدي. يعني حكايه كامل عبد المجيد دي اشاعه. ما انت عارف الوسط تمام زي حكايه ليلى كريم ولا ايه؟ الغريب انك ما اتغيرتيش. كل ما اشوفك افتكر تلميذ الثانوي اللي كان شبان الحته كلهم هيتجننوا على كلمه منها. شوف الايام. تلميذ الثانوي فعلا، حتى كلامك متسرعه فيه. بدون مجامله، ايه رايك فيا؟ تلميذ الثانوي حلوه وشقيه. ده كان زمان ايام ما كنا صغيرين، ايام ما كنت بتبعت لي الجوابات في كراسة اختك. انا عايز اعرف رايك دلوقتي. مش عارف، بيتهيالي ساعات انك واحده جايه من الفضاء، من عالم تاني. الله، وايه كمان؟ ممثله كويسه قوي 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 قوي. فعلا ده رايك؟ انا ملتزم برايي. طب ليه ما بتقولش رايك ده؟ اديني قلته. ترقصي؟ يا ريت. تعالي. ايه؟ ما تزعليش،
دي ناس سكرانة. أنا بيتهيألي إنك واخدة على الحاجات دي. ممكن فوطة ناشفة من فضلك؟ إيه؟ إيه؟ حاسة بحاجة؟ محمود في حاجة؟ لا أبدا مفيش. متسرع اكتر مني. يلا انزل بقى. باي باي. وانا كمان، بس انا باكل كتير لما بكون مبسوطة. هتفلس ولا يهمك. ما نمتش طول النهار شغل في الاستوديو. وانت من ساعة ما سبتك ما روحتش، طلعت على المجلة على طول. قعدت تكتب؟ مظبوط. عن مين؟ عن حلم قديم حلمته زمان وانا صغير، ورجعت احلم بيه تاني دلوقتي. انت مش بتقول ما نمتش؟ طب قولي كتبت ايه في المقالة؟ بعد بكرة تقريه. لا انا عايز اعرف دلوقتي.
قلت انك اكتشاف بالنسبه لي وانك ما اتغيرتيش لسه زي ايام ثانوي. لما كنت بقف على الناصيه واشوف ضفايرك وهي بتتهز على ظهرك واشوفك كنت بتحضني الشنطه وقلت انك جاي من عالم تاني وان اللي زيك ما يكررش غير كل كام الف سنه. لا عشان ما كنتش مبالغ كل 1200 سنه مره. ياه طب كفايه كفايه لحسن حاكل كل الاكل هنا. لا ما تتعبيش نفسك. زميل الو ايوه يا امان. ايوه لقيتها. زيزيت مش موجوده. اوكي بس على بسرعه الميه جنان. مش هنزل ولا هتغدى الا لما تيجي. باي باي يا روحي. إيمان أنا بحبك عشان كده جبتني هنا مش كده؟ أنت مش صغيرة وأنا كمان مش صغير. يعني إيه؟ أنا من يوم ما بدأت علاقتي بيكي وأنا بفكر أتجوزك. أنا كنت بفكر في كده وأنا لسه تلميذ صغير ساكن جنب بيتك في الحلمية. أنا جعانة. دي ممكن تبقى أوضة السفرة. مش حاسكم في الشقة دي. صدقيني أنت أول واحدة تدخل هنا. قلت الكلام ده لكام واحدة. أنت لسه ما فهمتنيش. طب فين المطبخ؟ أخ بس يا خسارة. إيه؟ مفيش أوضة زيادة عشان لما عددنا يزيد. بقولك متسرع. مفيش أحلى من التسرع. أنا جعانة أوي. عندك إيه في الثلاجة؟ فراخ مشوية، حلة ملوخية، ورز بالكبد والكلاوي. كفاية. والحلو بباظ.
كذوب. أو حياتك كتب عني كده. ما بيفهمش؟ طبعا ما بيفهمش. تفهم ايه ده؟ شوفي مين يا شفيقة؟ انت يا مهببة. لا يا حبيبتي مش انت. ومعقول اقولك انت حاجة زي كده؟ البنت المخبلة خرجت ولسه ما جاتش. طب اسمعي يا روحي، هطلبك بعد شوية. باي باي. ما قلنا طيب طيب. هو انا واقفة ورا الباب؟ ما كنتوش تيجوا دلوقتي؟ صباح الخير يا عمر. ايه مش هتسليني على محمود ولا ايه؟ اصلها يا سيدي زعلانه منك. انا عارف انها زعلانه، بس الكلام ده كتبته من زمان قوي. وليك عليا من هنا ورايح مش هكتب عنك خالص. احسن. خلاص بقى صلحها يا محمود. عشان خاطرك بس. صافي يا لبن؟ زي بعضه. انا كذوبة؟ انا اكذوبه يا ايمان؟ باي يا ايمان. باي باي حبيبي. هكلمك بالليل تسعة كويس؟ اوكي. باي باي حبيبي. تفضي يوم الخميس؟ إذا كان ممكن تفضي نفسك يوم الخميس. أنا عاوزك تيجي للبيت عشان حاجة مهمة خالص. ها؟ هتيجي. أوعي تنسي. ده أهم يوم في حياتي. احكي لي والنبي يا إيمان. حقيقي بحب. يا بنت يا مهبوش. بتحبيه صحيح ولا عشان يبطل الكلام الفارغ اللي بيكتبه؟ ابدا وحياتك. محمود انسان كويس قوي. انا ما كنتش فاكره كده. محمود حاجه تانية غير كل اللي عرفته، غير كل اللي حواليا. انسان ملوش مصلحه، ملوش غرض. لاول مره بحس اني بحب حب حقيقي مش تمثيل. حاسه اني كان ممكن احبه من اول لحظه شفته فيها وانا لسه تلميذه صغيره. الله، دي الحكاية جد بقى. بس ده ما حلتوش حاجة خالص. ويعني فلوس كل حاجة. محمود مش طمعان فيا يا زيزت، بالعكس ده انسان خجول جدا. انا متأكدة انك. ايه سكتي ليه؟ دي شفيقة، دي زي الخرز. مش عارفة البت دي برتاح لهاش. لا ليكي حق، اصلها ممكن تلطشوا منك. مش بقولك مهبوشة، الحب هبشك. طب انا هسيبك بقى. استني تعالي هنا، ده قدامي قايلك الساعة 9 ودلوقتي الساعة 2، ده لسه ماشي. حاسة انه هيطلبني في التليفون. طب ما يمكن يطلبك هنا. حاسة انه هيكلمني في البيت الساعة 3. قلبي بيقولي كده، اصل ده التليفون اللي قبل الاكل. يعني ماشي على الروشتة. مش بقولك مهبوشة. يا مهبوشة يا مهبوشة. ايه مش هتنام؟ لا لازم اكتب. ما تعبتش؟ انا بقالي شهور ما وديتش الشغل للمجلة، ولازم احاول. يعني جرى ايه؟ هو انت محتاج ولا خلاص زهقت مني؟ المسألة مش كده يا ايمان. المسألة اني مش قادر اكتب. مش عارف ايه اللي جرالي من يوم. قولها. قصدك من يوم ما اتجوزتني؟ أنا ما أقصدش، جايز انشغلت. قبل كده كان كل تفكيري وحياتي للكتابة والشغل. شغلك ده ما يفتحش بيتي يا أستاذ، وإحنا مش محتاجين. أنا آسفة يا محمود، ما أقصدش أحرجك. عندي فكرة، ما تيجي نسافر أسبوع أجازة، نروح أي حتة. نروح بيروت، أرتاح أنا من شغلي وأنت تجدد نفسك وتقدر تكتب كويس. إيه رأيك؟ هم؟
بتحبنيش. لو مش بحبك ما كنتش اتحملت كل اللي بشوفه دلوقتي بسببك. لو بتحبني كنت تضحي. احنا مش محتاجين لشغلتك دي. بشغلي انا ممكن نعيش احسن عيشه. عايزاني ابقى عاطل؟ انا بحب شغلي اكتر مني. مش اكتر من شغلي. انا حاسس اني خلاص ضعت. انت الناس بتحسدك على ايه؟ انا بنحدر. انا حاسس اني بتدهور. مش قادر اكتب. مش قادر انتج. لو كتبت حرف ابقى بجاملك او بجامل اصحابك. مش قادر استحمل. مش قادر استحمل. ببساطة شديدة بقت جوز الهانم المشهورة. ما عادش ليا كيان. ما عادش ليا بيت. محمود كل يوم بتحسسيني ان انا هنا ضيف وان كل ركن في البيت ده مش بتاعي مش ملكي. حتى انا نفسي ما بقتش انا. محمود 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 يا حبيبي كنت فين؟ انا كنت هتجنن من القلق. يعني اكون فين؟ في المجلة طبعا. مالك يا محمود؟ انت اليومين دول مش عاجبني. اليومين دول بس؟ ايه رأيك لو فكرنا تاني في موضوع سفر بيروت؟ ولا اقولك ما تيجي نسافر اوروبا احسن. نجيب مرسيدس من المانيا ونلف بيها اوروبا شهر وبعدين نرجع. انا ما اقدرش اسافر دلوقتي. ولا انت عايزه تخلصي مني؟ محمود انت فاهمني غلط. فعلا انا اصلي بطيء الفهم. محمود معلش انا عايز اقعد لوحدي شويه عن اذنك. محمود انا حامل. طيب صباح الخير. صباح النور. ايه في ايه؟ زيزت مالها؟ بقالها شهر مختفية. محدش عارف لها سكة. ناس بتقول انها بقت مدمنة وناس بتقول انها انتحرت. يا ستي واحنا مالنا؟ دي صاحبتي. انا عمري ما كنت راضي على الصحوبية دي. مش معقول. مش معقول. ايه في ايه؟ أميرة تعود إلى أمريكا. سافرت بالأمس المليونيرة أميرة. خلاص منه.
مساء الخير. عرضك بلاش فضايح. اهدي اعملي معروف. اهدي امسكي عصابة امال. انت مين؟ انا عبد من عباد الله. حرامي؟ معقول حرامي في وسط الميه؟ ثم حسر ايه والكابينه فاضيه بتنش. الموضوع استهانم وما فيه. انا لازم اسلمك لقبطان البركه. استهانم عليك ما صحش، انا شاب محترم وابن ناس، ثم ان الموضوع ما فيه. ما فيش شاب محترم يطلع من تحت السرير. ازاي؟ ده كل الشبان المحترمين بيطلعوا الايام دي من تحت السراير، ولاد الناس طيبين قوي بيطلعوا من تحت السراير، ثم ان مساله فوق سرير تحت سرير دي مساله ظروف مالهاش علاقه بالاحترام، الموضوع ما فيه. مش عايز اسمع منك ولا كلمه. ولو نطقت بكلمة واحدة هسلمك لقطة المركب، فاهم؟ اتفضل اطلع بره. انت واقف متنح كده ليه؟ ما تنطق في ايه؟ مش سعادتك قلت لي ما تنطقش. وديني بقول لك انطق. لا ما انا كمان ليا شخصيتي، وفي موقف زي ده لازم حضرتك تحددي وبكل وضوح، انطق ولا ما انطقش؟ في ايه؟ خلصني. ممكن اخد شنطتي من تحت السرير؟ اتفضل خدها وخلصني. انما انت هتنامي لوحدك على سريرين؟ اتفضل بره. اصل الموضوع ما فيه. قلت لك بره. لوحدك على سريرين؟ ده افترى. الله العظيم افترى. كنت كويس انا مش كده؟ ها؟ طب قولي لي مبروك، احسنت يا استاذ، هايل يا كابتن. انا مش لسه واخد بطوله البحر الابيض قدامك؟ تكونش حضرتك فاكر انك اشتركت في الاولمبيات؟ اكتر، ده انا مفرقع بارونه بحالها، والواحد. ايوه كده فكيها، بحبكها قوي كده ليه؟ مفيش حاجه في الدنيا دي كلها مستاهله. وبعدين انت عايز ايه بالظبط؟ نفسي تديني فرصه. اصل موضوع ما فيه تاني. ما قلت لك مش عايز اسمع حاجه عشان ضميري يستريح. طيب اتفضل قول. اصل انا ست هانم راجل ابن ناس، انما بالنسبه لظروف الماليه مش ابن ناس قوي يعني، فانا التذكره بتاعتي اصلها على السطح، واخد بال حضرتك؟ ليا واحد صاحبي بيشتغل في المينا، قال لي الكابينه بتاعتك واخد بالك فاضيه والمركب هتقوم، ما تروح تنام فيها. قلت له اوكي دي الكابينه، ولسه هحط دماغي وحطقلت في النومه بقى. جيت حضرتك رحت انت نازل تحت السرير. ما انا ما لقيتش حته تانيه استخبى فيها. طب ونمت ازاي الليله اللي فاتت؟ نمت هنا على السطح في الهواء الطلق. ياه ده انت تاخد برد كده. لا ده احنا عيال بقى ولاد بلد متربيه في حواري وصحتنا تستك في الحديد، امال ايه؟ شفت ازاي بقى انك خدت برد؟ لا ده شويه سل خفيف كده ما يهمكيش. دي أول مرة تسافر على مركب؟ لا أنا سافرت قصدي مرتين وأنا طالب، ودلوقتي بقى أخدت البكالوريوس وخارج بره بحظي. تفتكر يعني هتلاقي شغل بسهولة؟ والله بقى بسهولة بصعوبة ما تفرقش معايا، المهم إن أنا مصمم على النجاح. ثقتك في نفسك كبيرة. يعني أنت مش زعلانة مني؟ يهمك تعرف. طب ما هو أصل لو ما كانش يهمني أعرف ما كنتش أترازل عليك عشان أكلمك وأشرح لي كل حاجة. المرة دي جت سليمة، بس اوعى بقى تعملها تاني. معقولة؟ كل شوية اقعد انطلق بقى ولا ايه؟ طبعا اذنك، اروح ارتاح شوية، لحسن المركب هتوصل الصبح بدري. مع السلامة يا فندم. أنا هكون في الأوتيل ده لمدة يومين، لو احتجت أي حاجة بقى اتصل بيا. متشكر أوي. حقيقي متشكر أوي. الو اسكيوز مي مدام، فين الريسبشن؟ في ايه؟ انا كنت نايم في اسد النومه، لقيت الباب بيخبط، قلت مين؟ البوليس. قلت يا لخوي انا ما نخبس البوليس ده ليه؟ ما كنت في مصر، كنت كل ليله نباتوا في التخسيبه كراكون بولاك، وده لسني على الخمره بتاعنا مخصوص، والله ولا مخصوص ولا حاجه.
يا أخينا البوليس جه وصحاك وعايزك. أنا مالي أنا؟ البوليس مش عايز أنا يا مدام، البوليس عايزك أنت يا مدام. أنا؟ كلاسي هاتسي اوشي ملاي اتربين. باركالو تفضل. خريستوف بارابولي اكسو ثانك يو فيري ماتش ثانك يو. شاكرين قوي يا جدعان. خريستوف بارابولي يا خرج. زعلانه مش كده؟ على كل حال حضرتك قلت لي لو احتجت اي حاجه ابقى اتصل بيا. مش معنى كده انك تصحيني الفجر وتجيبني اسم البوليس. معاك الحق هي بايخ، لكن اعمل ايه؟ قالوا لي يا تدفع التعويض لصاحب المقطعيه تتحبس. انا مش قادر افهم، انت جاي تدور على شغل ولا على مشاكل؟ يا ست هانم ده راجل نصاب وانطاجي. تصوري حضرتك حاطط تسعير على باب المطعم، قريتها عجبتني قلت اتكل على الله واخش اتعشى. بعد ما اتعشيت بيديني فاتوره تقطم الوسط ملهاش علاقه بالتسعير اللي على الباب خالص. جيت اتفاهم معاه زعقل رحت انت ضربه. انا كلمته ده هم يا دوب نيتين وشلوتين وافتكر ركبتين وسيف يد وبس. بس وعضيته في ال يعني عضيته. يلزم خدمه تاني؟ طب ممكن اعرف عنوان حضرتك عشان لما ربنا يفرجها ابعت لك الفلوس اللي انت دفعتها لي؟ اذا كان على الفلوس انا مش عايزاها، واكون سعيده جدا لو ما شفتكش تاني. لا ما انا لازم اسدد اللي عليا. وانا مش عايزه يا اخي. مش معقول بتعمل ايه هنا؟ يعني زي ما حضرتك شايفه بخش كل اوضه اقول لهم دينا نزله دي واقعد اتلكح شويه اتنحنح علشان يدوني البقشيش ومحدش بيعبرني فباخد بعضي وامشي. بيبقوا في حالات غريبه كده. مش معنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها. فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه، لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المره دي على اكل عيشك. ان شاء الله يا فندم. خدمه تانيه يا فندم؟ لا متشكر. هو حضرتك هتسافر بكره؟ ان شاء الله. في الحقيقه انا عمري ما هنسى طيبه قلبك وكرم اخلاقك. انا ما عملتش حاجه، ثم احنا ولاد بلد واحده والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني مسامحاني؟ مسامحاك. متشكر يا فندم. في الحقيقة يعني أنا متشكر إن جيت للصراحة يعني. متشكر أوي. أستاذ ممدوح. نعم نعم. محتاج الفلوس؟ لا يا فندم متشكر، أنا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم أهو. على كل حال لو احتجت لأي حاجة من هنا لبكرة أنا تحت أمرك. يا فندم أنا متشكر أوي، وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. أنا متشكر حقيقي يعني. احترمني في اللوكاندا بالطريقه دي. لا الخواجات مؤدبين، ست مهذبه صحيح. هلو دو كيل بيي فوزيت. يعني دو كيل دو كيل بيي فوزيت دو كيل موليفر. احنا في الاعداديه خدنا اورفار بابا اورفار ماما. من اي بلد؟ جي اي ام ايجيبشن. جو سي يو
عمر شريف. نو اي ام عمر الجزاوي. كيزمي كيزمي نو كيزمي كم نو كيزمي مدام كيزمي مدام كيزمي لا كنت جيت قبل كده كيزمي ب 80 سنه كان ممكن موني نو نو مدام نو مدام كيزمي بليز بليز جون مدام نو نو مدام بليز موني مدام نو عمر شريف الحقيقة استهانم. ايه في ايه مالك؟ واحدة ست هي عائلة صغيرة وزي القمر بس عايزة تعتدي عليا. ايه عمر شريف شفت بقى؟ شفت حلاوتها؟ عائلة جتام عمر شريف. ايه ده؟ جتام عمر شريف جتام. شوفها مالها مدام يا جميل. فوق الله يخرب بيتك هتودينا في داهية. دي ماتت. هتعملي ايه؟ هكلم مدير اللوكاندا. اعملي معروف بلاش احسن، لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيشي. يا سلام، وعايز نسيب واحده ميته في اوضتي عشان يقطعوا رقبتي بدل ما يقطعوا عيشك. اه مظبوط طبعا. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنستنى لما رجلي تخف في الطرقه شويه اجرجرها على اوضتها ولا مش شايف ولا من ديري. انت اكيد مجنون. لا هو انا مش اكيد مجنون، انا اكيد منحوس. قدامك اللوكاندا واسعه، ما لقيتش الا اوضتي انا تجيب لي فيها البلاوي دي. مش انت قلت لي لو احتجت حاجه باجي لك؟ لكن مش تجيب لي معاك قتيل. هو انا كنت قاعد مع عزرائيل على القهوه وقال انها هتموت هنا؟ ده عمار يا فندم والاعمار بيد الله. انت بتفضل شيلها من هنا حالا. طيب حاضر. يلا جميل. استراش ولا ولا اقول لك خليها من هنا احسن. لا من هنا. طب معاكي سلبه؟ مفيش سلبه هنا. طيب هقول لك على حاجه. طب ايدك معايا استهاني من فضلك. كان مالي انا بس ومال ده كله؟ طب ما تخافيش، دي ميتها مش هيحصل منها حاجه، وبعدين كلنا سوف نرقد هذه الرقده في اخر الامر، جميعا سوف نرقد هذه الرقده. يلا جميل يلا استهاني. يا ربي استنى بقى. ايه؟ شوفي ربنا سبحانه وتعالى ما اتحضنتش وهي عايشه تقوم تتحضن وهي ميته. ربنا سبحانه وتعالى له حاجات. عمر الشريف نفعك يا اختي. ليك الواحد بيت يا مريض ودمعي. انا بقولت انت بلغ اللوكاندا احسن استهانم. بلغ اللوكاندا ارجوك. بلغ اللوكاندا. باسبور هما اخدوا الباسبورات ليه؟ عشان يشوف الاشماوي بتاع يونان هيشنو مين فيكم. المركب وعليها 1000 راكب، وبالرغم من كده حظي الوحش ما يوقعنيش الا فيك انت. حظك منيل، نصيب بقى. والمصيبه انك قاعد ولا على بالك. يعني انا اعمل ايه؟ ارقع بالصوت، الم اتينا عليا، اشد في شعري، اقطع في خلقاتي؟ اتصرف يا بني ادم، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه؟ الوليه ربنا اكرمها واتكت على الله وارتاحت من الدنيا وبلاويها، واحنا مظلومين وهتتضح براءتنا ضروري. وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح، احنا ورانا حاجه، ادي احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حق، انا نسيت نفسي. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني اجرح شعورك بكلام انا ما اقصدوش. مفيش حاجه، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقه. ابدا، انت شاب شريف ومكافح
وده مش عيب، بشويه امل وشويه صبر ان شاء الله هتوصل. ليه اسم حضرتك كنت تتكلمي كده يا ولد؟ انت من الفقراء اللي زينا. يا سلام، وليه ما كنتش افقر منك وتعبانه في حياتي عنك كمان. والنبي يا استاذه مش عايزين تريقه، كفايه اللي احنا فيه ده، في واحده قاعده فوق لسه ما اتدفنتش. انا بتكلم جد صدقني. شوف يا استاذ هانم، احب اقول لك على خبر هام. اتفضل قول. احنا عالم خلصه قوي نفهمه يا طب. وبعدين؟ بس انتهى الخبر الهام. وايه رايك بقى يا استاذ اللي بتفهمها وهي طايره؟ اني بشتغل مربيه عند عيله مصريه عايشه في الخارج. شفت بقى ازاي ان كفاح مش عيب؟ الله، والكابينه اللوكس اللي على الماركت واللوكاندا اللي تلوح، كل دول كانوا محجزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما اخرت سفرها سبقتهم انا عشان اوضب لهم البيت. ورحت عامله فيها بنت ابو علي. يلا حد واخد منها حاجه؟ وهريتينا قلاطي اهو التسالي. الله يخرب بيت الشيطاني، ده اللي كان يشوف الفشخره بتاعتك على الماركت يفتكر انك انت امبراطوره. الله لا. يا خساره، الاسماء والتخينة ملوش خزن المره دي، تلاته براءه. الله يخرب بيتك، وده حاجه تزعل علي خال. انت مفيش شغل معايا من النهارده. ما انا عارف اني مرفوض من غير ما تقول. وهي القنده دي زريبه من خريص سود، تعملته ساكله معانا كمان. لا شوف اما اقول لك. المهم انا ممكن اسافر النهارده؟ ممكن مدام، بس ما الكيس دوا بالراجل السودا لي ده. يا جدع عيب حسن ملافظه، مش حالا ما اخدتش خواجه. عن اذنكم. بتبص على ايه؟ بص لي هنا. سانتا بتاعك اهي، وريني ارض كتافك. انا مش همشي من غير ما اخد تعويض. شوف حبيبي، خينا في اللوكاندا في عندنا خمسه راجل زي الخيطه، بيساره واحده ممكن يجي يتفاخم معاك. خمسه خمسه؟ خمسه خمسه زي الخيطه؟ زي الخيطه. السلام عليكم. اشوف وشك بخير. لا معلش، هوصلك المطار. مفيش داعي، انا سافرت قبل كده كتير وعارفه السكه. لا 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 لا، هوصلك المطار. تروح شمال تيجي يمين برضه هوصلك المطار، بس عشان ما اعطلكش. هو في صايع بيتعطل؟ يلا. لازم يعني تسافري؟ أكل عيش. هما بيدفعوا لك كتير في الشغلانة دي؟ يعني يا دوب. طيب مبسوطة من الشغل معاهم؟ إن جيت للحق، لا. إنما مفيش إنما. لا ما هي عادلة ولا مبسوطة، ليه تروحي لهم؟ أمال هعمل إيه؟ خليكي معايا، إيدك في إيدي نكافح سوا. وبكره باذن الله هتشوفي هنكسب قد ايه، وليك على اللي بيدفعوا لك في سنه هنكسبه احنا في شهر. معقول؟ انا جربت الشغل بره وعارف، وخدمه بخدمه بقى المكسب اجدع، وهو تعملي حاجه لمستقبلك. ايوه بس دول كانوا يزعلوا قوي. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمعي كلامي وبعتي لهم جواب استقاله، صدقيني هننجح وهنبقى اخر عال. انا حاسس ان ادمنا هيبقى خير على بعض. واضح جدا، بدليل ان احنا في يومين اتنين رحنا اسم البوليس واتهمونا في جريمة قتل، ولسه مين عارف. وماله، اللي أوله صعب آخره راح. قلت إيه؟ موافق مش كده؟ طبعا الحمد لله. هو أنا لسه قلت حاجة؟ أنا كنت واثق إنك أنت هتوافق. استنى هنا يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى، ستوب هير بليز يا اسطى. يلا انزلي انزلي، الخيرة فيما اختاره الله. بالذمة انا مش مجنونة اللي سمعت كلامك. طبعا، بس انا عايز اقولك على حاجة. انا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟
يغرق في النعيم والعز. قولي انت دايما واخد الدنيا قفش كده؟ ما هو يقفشها انا هتقفشني هي. قول نتغدى هنا ولا نشوف حته ارخص؟ لا نستنى ما نشوف حته ارخص. برافو عليك، انا يعجبني الست المدبره. نظامنا ايه بعد الغدا؟ نشوف حته رخيصه وظريفه ننام فيها، وبكره الصبح بدري هنسافر على بلد صغيره هنا عنوانها معايا. في واحد صاحبي كان بيشتغل جرسون في مصر، هو هاجر هنا. هو وعدني انه هدور لي على شغل اول ما اوصل. طيب خليني وراك اما اشوف اخرتها. اخرتها طين طبعا. طبعا مش هتشيل انت حاجه هنا؟ لا جنتل. جنتل مش انت الراجل؟ اتدبس انا بقى عشان جنتل. الله العظيم عليك. لا عشان انت الراجل. انا راجل اتدبس انا. ايه رايك في اللوكاندا دي؟ كويس، بس تلاقي الليله فيها مليون جنيه. قصدك ايه؟ قصدي ندور على غيرها. غالي جدا. يوه. ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخره ايه بس؟ طب اسمعي، انا جاتلي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في الاستقبال ان في اوضه فاضيه في الدور التالت. انا هروح اجازها لوحدي علشان تبقى رخيصه، وانت تحصلوا لي بعدين، ولا من شاف ولا من داري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ستي لو طلعت مش ولا بد، ابقى لاعب الصوت ولم عليها العالم. تعالى هنا. الدور التالت ها؟ ما تنسيش. عليا النعمه انت مجنون رسمي. تنحلي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. نو ايام بوليس. بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا حبيبي، مع الف سلامة. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقة طبعا اللي حصل. ايه؟ ما شفتيش قبل الواد ابن بلد مفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا اديكي شفت. ايوه بس واحدة زيي ما كانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ لا كده حلوين قوي بالصلاة على النبي، سيبك بقى من القلطة بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم؟ انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انت اللي تحت السرير، احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقولة دي؟ حبك قوي الورد دلوقتي، حبك. ثانك يو فيري ماتش. نو بقشيش، اي ام ايجيبشن بوليس، ما بيدفعوش بقشيش. يا جماعة اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شوية. يا ساتر، ده انا ضهري كان هيتكسر. انزلي تحت السرير. ايه ده انا لحقت. انزلي تحت السرير، الأوضة نفر واحد، انزلي تحت السرير. معقولة دي يا ربي؟
استنى عليا. حاططني في دماغك انت بقى، مفيش في اللوكان ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش اند نو بكشيش وار ايجيبشن بوليس. مع السلامه. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن، من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير، سبحان الله غير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا نرمك يا اخي. طب حقك عليا ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني وطي صوتك لاعرفوا اللي احنا اتنين. ممدوح خليك فاكر ان انا قبلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح يا فندم. يلا نامي احسن، انت ليك هلكتي باللف طول النهار. حاضر. طيب وين؟ ما انا هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ الامر حاطط راسي على الباب، هنام على الكرسي، انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله، طب وايه اللي يخليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد، ويتهد كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. انا لازم بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل. ممدوح. لازم انت تبقي تحت السرير. واه على الصبح كده. Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ Excuse me, why two breakfast? One for you. Yes. And one for madam. هتاكلوا معاكين انك انت تحت السرير. يلا بينا نفطر بقى احسن انا ميته من الجوع. انا اللي هيجنني بقى التقديسه اللي انا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلم؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا. عارف انها تقيله شويه بس بكره بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمه لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقه للنوم في اوروبا، اسمها طريقه النوم المريح في مواجهه الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حته يسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغايه ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمه كلمتي والشورى شورتي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. صحه حلوه.
حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع تد عدوك على قفاه. بكلمك جد، صياعه جميله. يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقولك ايه، انا هستخبى ولما عربيه تقف لك هطلع لك على طول. طيب استخبى. طيب بليز take me to folio romani. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. لا استنى. مسيار. سلام عليك وعلى اهلك. شوف. What happened يا اسطى؟ بوش بوش جيف مي بوش مي مي. عايز زقة بوش؟ وانتوا كمان هنا عندكوا زقة؟ وانا فيها حيل عشان ازق. زق كمان. الله 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 يا ابن الحرامية. Come here come here. I love I love I love you. I love you. Come here. مساء الخير يا اخويا. انت فاكرنا ايه؟ ده احنا صيع قوي. انت فاكر نفسك ايه؟ ده احنا متضرب الاحمر يا قلق. انت اقف 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 شوف اقف يا قلق. شلب يا ابني الكلبون. ممدوح اديله اديله على دماغ امه. كويس اللي انت عملته في نفسك ده. انا بصراحه كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى، بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجوني وبيقولوا لي بليز انكل ليف دادي دادي كول هيز كريزي لايك فول ان ان ان. يعني مستعد تاخد تأبيده علشاني؟ تأبيده مين؟ غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيده واربعه اعدام. بلاش كده بقول. أنا مستعد أقول لك كل اللي أنت عايزاه بس بشرط تخلي إيدك كده على طول. ليه؟ لأن الوجع كله بيروح من لمسة إيديكي والعذاب بيهرب من نظرة عينيكي. يا نهار أسود على الكلام. من فضلك خليك جد بقى شوية. قول لي هتعمل إيه دلوقتي؟ عايزين فاخر يرم جتتك. هات. ده فرشين الصفر. ايوه انا احفر. ده فول مدمس ورانا ورانا. هات. ده عشاء القهوة. ده سروسي بقى القعدة.
حنان. نعم. تيجي نعمل زي بتوع الاسكيمو؟ بيعملوا ايه؟ بيناموا كل اتنين في كيس. اكيد عندهم ازمة اكياس، لكن احنا الحمد لله كل واحد فينا عنده كيس. طيب تيجي نعمل زي بتوع سنغافورة؟ يعملوا ايدول كمان قبل ما يناموا بيبوسوا بعض من مناخيرهم. بقول لك ايه، ما تيجي احنا نعمل زي بتوع مصر. بيعملوا ايه؟ بيناموا يدوا ظهرهم لبعض. بس في مصر مفيش اكياس. بكره يبقى فيه. حق لو فكره الاكياس دي دخلت مصر تبقى مصيبه. كل ست تزعل من جوزها ترمي له كيسه في الشارع. تحبي اطفي لك النور علشان تعرفي تنامي؟ معاك مفتاح يوصل للقمر؟ لا ابدا، هي نفخه واحده بس باقي اللي هي. أملك إيه في الحياة؟ أمل أغتني ويبقى عندي الفلوس زكاية بزكاية، ولاقي بنت الحلال اللي أتجوزها. واخدة بالك من حتة الجواز دي؟ واخدة. ونخلف لنا 12 عيل وتبقى الحكاية آخر لخبطة. 12؟ حلوتهم كل إجازة وإحنا خارجين نتفسح، كل واحد في عربيته. 12 عربية، ستة قدام وستة ورا. وأنا وصاحبة الاسم والنصيف في عربية مكشوفة في النص. والموكب ماشي، والعالم واقفة. والموكب ماشي والعالم تزغرط. والموكب ماشي والعالم تعيط. الله، طب وهيعيطوا ليه بقى؟ عشان لما هيبقى عندي 12 عيل لوحدي محدش في البلد هيلاقي ياكل. ستوب هيرا يا عرباجي. ستوب هيرا يا علي. ستوب هيرا يا علي عوض. ستوب يا اخويا. ثانك يو. خير ستوب بارابولي. طب اخويا ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو ثانك يو. افخار ستوب بارابولي. افخار ستوب. لو كنا عملنا الحركة دي في مصر كان العربجي قطعنا طبعا. متهيألي هي القهوة دي. فكرك هتلاقي صاحبك اللي بتقول عليه؟ والله إذا لم يكن السيد عزرائيل قد تفضل بزيارته قدنا يبقى هنلاقيه. وهيقدر يدبر لنا شغل. جرالك إيه؟ لازم يكون عندك ثقة وأنت معايا. يلا. يلا. سلام عليكم يا معلمين. نبي مصطفى بعرة موجود؟ سبيك إنجليزي؟ كلم عربي شوية شوية أيفا؟ خلص سوبر بولي. Thank you.
عاملة ايه؟ تمام. ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ لا فرحان بيك. سلام. معقول الامل اللي احنا فيها دي؟ ممدوح اروح اشوف المات دلوقتي. ايه وقفت ليه؟ تتجوزيني كده من غير ما تعرف عني كل حاجه؟ ايه اللي ممكن اعرفه اكتر من كده؟ ما انت كويسه وزي الفل اهو. مش جايز يكون ليا ماضي ما يريحكش. كفايه ان اسمه ماضي عشان انساه. نعيش الحاضر والمستقبل. مستقبلك في انك تلاقي بنت اوروبيه غنيه تتجوزها، هي دي اللي ممكن تخلي حياتك مستريحه، مش واحدة فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي. الله، كل شيء ممكن يتباع وينشري إلا الحب اللي في القلوب. مرة قريت في كتاب إن الغربة والوحدة بتخدع القلب وتوهمه بالحب من غير ما يكون موجود. حنان، أنا من أول يوم شفتك فيها على المركب حسيت إن كل حاجة فيها متلخبطة. كنت بالنسبة لي نجمة في السماء مسموح لي أشوفها من غير ما أوصل لها وألمسها. ولما لقيتني جنبك على الأرض بقيت أسعد مخلوق في الدنيا. عشان كده ترجيتك انك تقعدي واتمنيت من ربنا انك توافي. وديني قعدت. وديني تاني بترجاك انك تتجوزيني. وبرضه بتمنى من ربنا انك انت توافي. الله، ليه الدموع طايف؟ ما انت كمان بتدمعهم. حلو الجواز مش كده؟ جواز حلو على فكرة، جواز جميل. الراجل ده زي اللي عندنا. بكرة الصبح ننزل على السفارة ونكتب الكتاب ونعلي الجواب وابعت افرح امي وابويا، وانت كمان تبعت لاهلك وتقولي لهم ربنا وقعني في الواد اللي هو. مش كده امال حيلك؟ هي دي كمان هتاخدها قفش؟ مش قلتلك يا قفش هنا يا تقفش نهاية. الكلام ده عن الدنيا مش عني. النهارده انت دنيتي وكل حياتي. المهم في بكره مش النهارده. بكره هنعمله احنا بايدينا. انا بكفاحي وانت بجمالك ورقه قلبك اللي ملهاش مثيل. وانا كل ما ربنا يفتح عليا بكلمتين تقومي تعيطي؟ انا كده طول عمري كل ما افرح واكون سعيده اعيط. بالطريقه دي بقى هتعيطي طول عمرك لان ناوي اساعدك على طول. أنا شخصياً يا ممدوح قلبي اتفتح لك بشكل فظيع. أنت بتحبها؟ أكيد بتحبها. أنا عارف بنتي حنان جميلة وتتحب. تعالي يا حنان، تعالي سلمي على ممدوح. معلش يا ابني، أصل البنات دايماً كده بتتكسف قدام أبهاتها، لكن لما بتبقى لوحدها بتبقى يا حفيظ يا حفيظ. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان ارجع لك فلوسك. مبروك، الاستاذ ممدوح خطبك وانا شخصيا خدت تليفونه واسمه علشان ابقى اسال عليه. لا لا اطمن اطمن يا استاذ ممدوح جدا. احنا ما يهمناش الغنى ولا فلوس ولا، احنا كل اللي يهمنا الاصل والاصول، ناس طيبين. لا طمن قوي يا ممدوح، وانا هبقى اسال عليك بطريقتي يا ممدوح. مع السلامه. مبروك، بقالك أبين أب في مصر الجديدة وأب آخر في الزمالك. أنا مش قلتلك مناخيري شم حاجة أنا مش مستريح لها أبدا. أرجوك بلاش تفكيرك يروح بعيد. ويروح بعيد ليه؟ ده شيء واضح وقريب جدا، ده يا دوب أسبوع قضيتوه في حضن بعض. أرجوك كفاية كفاية. والكرامة والعفة والشرف كانوا معايا أنا بس. أنا ما اسمحلكش تكلمني بالشكل ده. ومين أنا أستناها عشان
عشان يسمعني اتكلم. وانا علمتك من زمان اني مفيش صوت يعلى على صوتي ابدا. اتكلمي قولي ايه اللي حصل بينك وبين الولد ده؟ والله ما حصل حاجه، ما حصلش حاجه. كذابه كذابه. عايز حاجة حضرتك؟ أنا زغلول ابن خالة ممدوح. وعايز إيه؟ أصل ممدوح في المستشفى، طصته عربية، طصته عربية وهو جاي معاد حضرتك. معادي أنا؟ أنا هو من سعادتك بعت لي واحدة صاحبتك ضربت له تليفون وحددت له معاد. أنا؟ أيوه، حتى بالأمارة المعاد كان في الفجرية. هم الأغنية بينسوا زينا ولا إيه؟ وهو عامل إيه دلوقتي؟ لا كويس، لا ممدوح كويس، رجله اليمين حلوة أوي ما شاء الله، رجله الشمال تلات أرباع. ممدوح من غلطي. وطول ما نايم في المستشفى حنان 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 حنان. أرجوكي روحيله عشان خاطري، أرجوكي. لو تعرف قد ايه خايفة عليك وقد ايه بحبك. أنا سلامتك يا ممدوح. انت كتبت عليا. ما تظلمنيش يا ممدوح، انا ما كدبتش عليك لما قلت لك اني قضيت معك اجمل ايام عمري كله. أنا بقالي سنين مش ملك نفسي، صدقني. والدك؟ مش والدي، جوزك. أهلين يا حبيبتي. إيه الأخبار؟ طمنيني. كله تمام، أربع مكانات في المصنع شغالين والخمسة بيصلحوها وكل الطلبات سلمناها في موعدها. طيب عادي، كنت خايف لإسمي ينتهي في السوق. عيب يا بابا، ده أنت وراك رجالة. الله ينعل أبو العيا. تعبتك معايا يا حبيبتي. ولا تعب ولا حاجة، بدليل إن النهاردة رحت النادي وقعدت ساعة بحالها ألعب تنس. والله يا عيل، فاتك راحة تلعبي لي تنس وأنا قاعدة في البيت عمالة بذاكر. عشان حضرتك عندك شهادة السنة دي. يعني حرام لما تفك عن قلبها شوية، دي بقالها سنة شايلة الهم. أنا بضحك معاها يا بابا. ربنا ما يحرمنيش منكم. ولا منك يا حبيبي يا بابا. في ناس اتصل على حضرتك يا بيه. ما قالوش مين؟ بيقولوا من الحكومة. خليك أنت مرتاح يا بابا، أنا هشوف مين. امال سيد بيه فين؟ انا بنته، اي خدمه؟ كنا عاوزين نجرد الفيلا ومحتوياتها ونروح المصنع نعمل له معاينه ونجرده هو كمان. ليه؟ في امر بوضع جميع ممتلكات سيد بيه تحت الحراسه. تحت الحراسه؟ ليه؟ انا عملت ايه؟ انا راجل طول عمري في حالي، ما حبتيش غير مصنع صغير فاتح بيه 50 بيت ل50 عامل، ولا عمري عندي فلوس في بنك ولا عمري عملت حاجة بطالة.
دي تعليمات من فوق يا سيد بيه. عند علاجنا. اجردوا البيت. الحقيقة يا بنتي انتوا صعبانين عليا. احنا مظلومين، بابا طول عمره راجل شريف وعصامي. فعلا يا بنتي سيد بيه طول عمره راجل شريف وعصامي وفي حاله. طب ليه بيعملوا فينا كده؟ اسمعي، انا هسيبكم الليلة تباتوا في الفيلا وهتحمل المسؤولية على نفسي. تعالي لي بكرة المكتب، يمكن ربنا يسهلها واقدر اساعدكم. اتفضل. ازاي صحت بابا النهارده؟ والله لسه تعبان، الصدمه كانت شديده عليه. والله انا مقدر. شوف يا بنتي، انا بحثت بجذور الموضوع، لقيت ان الحل كله في ايد عزت بيه. عزت بيه اللي كلمني في النادي؟ ايوه. يظهر انك زعلتيه، مع انه راجل طيب، كلمه توديه وكلمه تجيبه. ده انا يا دوب قابلته مره واحده في النادي. روحي يا بنتي ترجيه، استسمحيه، يمكن يلي القرار. يلا اسمعي نصيحتي، انا قلبي عليكي. بس والله يا فندم انا ما زعلته في حاجه. اصل هو راجل لعيب، لعيب قديم وخد على خاطره شويه. هو بيلعب تنس؟ لا، بيلعب كرة قدم. شويت من الدرجة الأولى، عمري ما في شوطة خيبت منه أبدا. طيب أروح له. أهلا أهلا. أنا جاية لسيادتك في موضوع حضرتك عارفه. أنت رياضية وعارفة إن الدنيا دي ماتش كرة، فيها المكسب وفيها الخسارة. أنا بقى الحكم اللي ماسك الصفارة اللي يقول كده مكسب كده خسارة. بس الحكم لازم يكون عادل. المصلحة القومية فوق كل شيء. يا فندم احنا ما عملناش حاجة تستحق كل ده. ازاي بقى تهزئي الحكم وتكسري بخاطره وتقولي لي ما عملتش حاجة؟ دي جريمة لوحدها تستاهل الطرد من الملعب. علشان كده عايزين تطردونا من بيتنا وتاخدوا المصنع اللي عايشين منه؟ انا بنفذ قانون الملعب. كل اللي حصل ده من سلطاتي، او بمعنى ادق جزء بسيط قوي من سلطاتي. بس احب اقول لحضرتك اننا مش هنسكت وهنشتكي لاعلى ناس في البلد. الشكوى حق مكفول لكل مواطن، وانا احب نلعب سوا ونشوف مين فينا هيكسب. ولعلمك انا عندي قدره ما حصلتش في تسجيل اهدافي. حرام عليك تعمل فينا كده. ثم انا ما كنتش اعرف حضرتك اما كلمتني، وافتكرتك اي حد بيعكسني. اديكي عرفتي. كلميني كويس بقى، اديني ريح حلو. لا لا، في عرضك. انا ما استحملش ابدا ست تعيط قدامي، انا قلبي ضعيف، وخصوصا لما تبقى ست حلوه ورقيقه زي كده. انا بعتذر لحضرتك وارجوك تسامحني، اذا ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر والدي المريض. مريض؟ بشرفي ما كنت اعرف. بقاله اكتر من سنه وهو راقد في البيت. لا سلامته، سلامته الف سلامه. انا مستعد اسفره الخارج وعالجه في اكبر مستشفيات في العالم على حساب الدولة. كتر خيرك. بس ارضي انت عني، وخصوصا انا قصدي شريف. مش فاهم. افهمك، اما راجل يلاقي ست حلوة كده وجميلة ويبقى قصده شريف، يعني يبقى قصده ايه؟ قصدك تجوزني؟ تقريبا كده، بس في السر من غير زيطة وزنبليطة. يا راجل في مركزي لما يبقى جوز اتنين بتالي يبقى شكلها وحش، مش كده؟ اللي بتقوله ده مستحيل، ده جريمة. يا ساتر، ما كنتش اعرف.
إذنك. لحظة من فضلك، ما تنسيش إن الكورة لسه معايا، والماتش اللي بيني وبينك قائم وحيفضل قائم ومش حينتهي لحد ما تيجي وتقولي لك ثلاث كلمات أنا بحب أسمعهم قوي. أنا تحت أمرك. مع السلامة. مع السلامة يا حلوة. بابا إيه اللي حصل؟ طردونا يا بنتي. اسمحي. في إيه تاني؟ مفاتيح العربية. دي عربيتي. محطوطة في كشف الحراسة. مش ممكن أديكم مفاتيح العربية. اديهم يا بنتي اللي هم عايزينه، هي مش هتكون اهم من اللي راح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ليش ليه؟ الملح زيادة شوية. محمود أفندم، يبقى راجع الواد الطباخ ده السجن وشوف لنا واحد غيره. حاضر. حبيبتي أنا طالع مهمة سرية كده لمدة أسبوع، ما نفسكيش في حاجة سرية كده أجيبها لك معايا؟ كتر خيرك. طيب أرجوكي تتفضلي وتتكرمي وتقبلي الهدية البسيطة دي. إيه ده؟ دي إشارة الصليب الأحمر، بقدمها لك هدية مقابل مجهوداتك وإنسانيتك بالنسبة للمرضى والمصابين وترددك على المستشفيات. قصدك إيه؟ أنت عارفة قصدي كويس جدا. أنا كنت مضطرة أروح أزوره، أولاً عشان أطلب منه يبعد عني، ثانياً لأن رجالتك هم اللي عملوا فيه كده. أنا كان قصدي أريحهم من الدنيا ومتعبها،
يا سلام على قلبك الطيب. الولد ده عاطفي بطبعه. تصوري بقى انت مدى المعاناه والعذاب اللي هيعيشه، لانه مش قادر يوصلك ومش هيقدر. مش الراحه له افضل؟ ارجوك مالكش دعوه بيه خالص، وانا وعدك انه لا هيشوفني ولا هشوفه. والله بالشكل ده تبقي خدمتي وخدمتي نفسك وريحتوني معاكم، لان انا الايام دي كده ما عنديش مزاج العب ماتشات حبي. لا، في صحتك العقل كويس. ما احناش فاضيين، ورانا شغل. عمر الحب ما يكون عايز وصل، مفهوم ولا مش مفهوم يا خالتي؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي بس، اقعدي اهدي اهدي بس، اقعدي يا خالتي. اتنين بيحبوا بعض هنتجسس عليهم عيب. ايه اللي هناك ده؟ خد بالك من الحقنه دي بقى. ايوه دي. استنى يا خالتي استنى. انا وسهلا يا دكتور. انا وسهلا. ازاي تبص على المرضى بالشكل ده؟ لا، اصل المريض اللي جوه ده بتاع. نعم بتاع. انا امه، انا اخ الاخ واخ وانت وانا وانت وهي انت بتلخمني ليه؟ الله، ده انا جايب له الدواء. نورت بيتك يا ابني. بس مش كانوا سابوه كام يوم كمان في المستشفى عشان نطمئن عليه؟ انا كويس يا ماما. يا 300 مرحبا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي يا ست هانم اتفضلي. اهلا وسهلا حنان. ازيك يا ممدوح؟ انا كويس. والدي اهلا وسهلا يا بنتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. البيت نور. كزوزه يا ام ممدوح. الكزوزه مش كفايه. طب شربات يا ام ممدوح. والشربات كمان مش كفايه. طب كزوزه وشربات يا ام ممدوح. وحياه النبي، لو نعرف ان حضرتك جايه النهارده لكنا فرسنا الحاره كلها رمله. متشكره قوي. يا اهلا وسهلا عن اذنك. اتفضلي. عن اذنك يا بنتي. اتفضل يا ماما. اتفضلي. شفتي بيحبوك ازاي؟ انا كمان حبيتهم قوي. انما قول لي يا استاذ، انت ازاي تهرب من المستشفى من غير ما تقول لي؟ انا ما هربتش، هم اللي طردوني. انت عرفتي تيجي هنا ازاي؟ خدت عنوانك من المستشفى. عارفه انا لو اعرف ان خطه العربيه هتجيبك هنا كنت كل يوم اتخبط بعربيه. لا لا لا، وعلى ايه؟ نتقابل من غير حوادث احسن. اتفضلي يا بنتي. لا معلش استاذن انا بقى. ما بدري، اصل عندي كم مشوار بخصوص المصنع. ده احنا كان نفسنا تقعدي معانا النهارده تاكلي معانا لقمه. معلش الايام جايه كتير. طب ده احنا فيها، ايه رايك تتغدي معانا بكره؟ بكره مش عارفه. والنبي لو تجبري بخاطرنا وتوافقي. طب خلاص اتفقنا. متشكره يا بنتي، كتر الف خيرك. استاذن انا بقى. انا هوصلك. لا معلش مفيش داعي، كلها كمس اللي مول. العربية تحت. عربية ايه؟ ده عالم بابا تحت. الله الله، بس اللي افرد كاوتش. مع السلامة يا بنتي. مع ألف سلامة.
شريف ابنك عرف ينقب صحيح. طبعا واتفتك طالع لابوك. خالتي اهلا يا زغلول. من غير اهلا. مش هي دي؟ هي. الله، هي كانت هنا؟ ايوه، هتتغدى عندنا بكره. الله، يعني انا معزوم بكره؟ طبعا يا وش الخير. الله، استنى جوز خالتي، ضمننا الظفر. ايه ده؟ انت مسافره؟ لا، رايحه بيت بابا. ان شاء الله زياره ولا طوالي؟ أرجوك يا عزت اسمعني مرة واحدة بقلبك وحكم عقلك. أنا من يوم ما عرفتك وأنا بسمعك بعقلي وبقلبي، ومع هذا تفضلي تفضلي كلمي. عزت أنا اديتك كل حاجة في حياتي، ما بقاش فاضل حاجة تانية اديها لك. اعتقني الوجه الله، خليني أعيش اليومين الفاضلين من عمري عشان الواد اللي هنفوت اياه. انت عندك ستات كتير لكن هو ملوش غيري. انا ولا حاجه في حياتك لكن كل حاجه في حياته. يا خساره يا خساره، كده تسيب عزت اللي بيحبك. انت ما بتحبش غير نفسك. اللي ملوش خير في نفسه ملوش خير في حد. لو ما سبتنيش في حالي انا هموت نفسي. لا، اللي بيموت نفسه بيروح جهنم. جهنم ارحم من اللي انا فيه. الولد ده شحنك زيادة عن اللزوم. أنا حسيبك تفكري، وأنا واثق إنك هترجعي لعقلك، وهترجعي عشان تقولي لي الثلاث كلمات اللي أنا أحب أسمعهم. أنا تحت أمرك. عمري ما هقولهم تاني حتى لو كانت حياتي هي الثمن. كده اعملي اللي يعجبك، بس المشي هيبتدي من ساعه خروجك من الباب ده. ما بقاش يهمني، حطينا تحت الحراسه تاني اذا كان ده يريحك، وتاكد اننا هنعيش. مفيش حد بيموت بالجوع. مش حراسه، لا، انا حل على المشي ده بطريقه جديده خالص. اعمل اللي يعجبك. سيادتك ما تعرفيش ممدوح راح فين؟ لا، اصله ما جاش البيت من امبارح. ما جاش ليه؟ مش عارفين مش عارفين. يا ترى انت فين يعني؟ يا ترى انت فين يعني؟ ما تخافيش، ممدوح بخير هيرجع له. اهلا ست الحلمين، اتفضلي اتفضلي اقعدي. فين ممدوح؟ أمر ولا رجاء؟ توسل. عظيم عظيم. مشكلة ممدوح وأبو ممدوح وأختك والمصنع دي كلها مسائل بسيطة جدا وممكن حلها بسهولة، بس أسمع منك الثلاث كلمات اللي أنا بحبهم. أصلي بحبهم أوي أوي. أشوف ممدوح الأول. عظيم. وأطمن إنه عايش. عظيم. وإنه هيرجع لأهله. عظيم. عرفت من مين ان انا هنا؟ مش مهم عرفت منين. هو هكون رحت له. مش لازم نضعف، مش لازم نضعف ابدا. هيخربوك دلوقتي ممدوح. بقولك
لو كان تمن خروجي هو عذابك. انا مش عايز اخرج. اسمعهم بقى، اصل انا بحب اسمعهم قوي قوي. انا تحت امرك. شطره شطره وعاقله وكده احبك اكتر.